قلت نعم ولا قلت لا؟ قلت نعم، قلت نعم. ما صبعي في بعض ليلة. قلت نعم ليه؟ ها؟ عايزين الدستور. عايزين الدستور؟ اي. وعايزين السيسي. ايه رأيك بكده؟ واللي هو ده بمبدأ عبد الناصر. يعني راجل ده بمبدأ عبد الناصر عبد السيسي ده. الحكم اللي حكمه ده محقق كل خرع وراه. وهو كل شد حيلك ودند ناس واحنا نطلع وراه. الحمد لله رب العالمين. نعم نعم، بالفم المليان استقرار البلد. وانا بطلب حاجه واحده من فريق السيسي، حاجه واحده صغيره. احنا طلبنا منه، هو طلب مننا يوم 30 ان احنا ننزل كلنا الشوارع، واخد بالك؟ ولبينا الطلب بتاعه كامر منه، واحنا بننفذه، واحنا بنامره يترشح رئاسه الجمهوريه عشان يمسك البلد والبلد تسير للامام ان شاء الله. عشان خاطر البلد، مش خاطر. الدستور ده احسن دستور، مش مجامله. انا راجل خدمت في الجيش 10 سنين، بس دلوقتي من اللي انا شفته الاول والافعال، فطبعا اهم حاجه البلد. دستور مصر ده مش دستور اخواني ولا دستور الليسي، لا، مصر، واهم حاجه مصر. بس اعرف على حضرتك ابو طارق عوض يعقوب. نزلت شركتك. السلام عليكم الاول. عليكم السلام. طبعا شاركت وقلت وكتبت وقلت نعم. ليه؟ لمصلحة البلد ومصلحة عيالنا. حضرتك حاسس ان الدستور ده ان شاء الله هيحقق مصالح كتير 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 لينا ولعيالنا، فهي اللي احنا شفناه. طب ايه احسن مادة في الدستور عجبتك او خلتك تنزل عشان تشارك؟ والله ما فيش حاجة ما عجبتنيش، كله عجبني. دستور على حق ربنا، ما اتعملش من 80 سنة فات. الفلاحين والعمال كله حريات. بالنسبة لسير الحركة بتاعت الاستفتاء، انت حسيت ان في بعض العقبات اللي موجودة؟ لا 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 لا، ان يعني احسن من مناطق تانية كتير كتير. كانت منظمة الجيش والشرطة، كانت منظمة جدا. الجيش الله يحرسه، الجيش والامن، الامن بصراحة، يعني الجيش بالذات والشرطة، يعني مكان. طبعا كل الناس لازم يقول نعم عشان نظامها. النسبه بتاعت نعم هتبقى قد ايه؟ بتاع 5، لا اكتر من 70 او 80 او 90 كمان. حتى الحريم بقت تجري وتركب توك توك عشان تروح تنتخب، تنزل ببيوتها. وفي ناس كتير قوي عمرهم ما نزلوا بيوتهم، نزلوا الايام دي. حزب الكنبه نزل، يعني كله نزل حريم ورجاله. عايز اقول لك، قول للشباب اتحرك شويه، ده مستقبلك انت، بدل ما انت نايم في البيت اتحركوا شويه علشان الشباب ما نزلوش. الناس الكبار نزلوا، راجل امبارح نازل وابن وماشي وراه بانبوبه الاكسجين، الشاب الصغير نايم في البيت. قول للشباب انزلوا وتحركوا، ده مستقبلكم انتوا، ده مستقبلكم انتوا. حضرتك نزلت وشاركت؟ نزلت الحمد لله وشاركت. طبعا. قلت ايه يا فندم؟ قلت نعم. ليه؟ كده. اخبار نعم عشان خاطر البلد واستقرار البلد. وربنا يخلي لنا السيسي. وربنا يحفظ البلد. لأن الأمن البلد ده من أمن الناس كلها. وربنا يخلي لنا السيسي ويخلي لنا الجيش ويخلي لنا الشرطة ويخلي لنا الشعب. انت شايف حضرتك ان السيسي هيقبل الترشح؟ ان شاء الله هيقبل، هيقبل هيقبل هيقبل، هيجيبوه بالعافيه.